السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الاسلام ومعرفه صحيح المعامله ومفاسدها بالتعريف الحلال الحلال، وجعل مآلا علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصيرا من خلفه وعصاه دار الانتقال. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، من العلماء العظام واصحاب النضال وجميع من حضر بالشوق والاهتمام، فلكم من الله الكريم دار السلام. وقبل ان ادخل فيما القي اليكم، اقدم الى حضراتكم اسمي، فاسمي علي بن عدا، قدمت من كتابات واتعلم في المدرسه الفقيه المقدم، نال نجومة ثانية، وموضوعي حول فن الفقه من كتاب المقدمة الحضرمية، فصل في باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر، يجوز المسافر السفر الطويل قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين أداء وقضاء، لا فائدة في حضر، والمشكوك أنها فائدة في حضر أو سفر، والطويل يومان معتدلان للسير الأشغال والإتمام. أفضل إلا في ثلاث مراحل، ولمن وجد في نفسه كراحة القصر فصل. وأول سفر الخروج من السور في المصورة، ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور له، ومجوزة الحلة، وينتهي سفره بوصوله سور وطانه، وبوصول موضيع تولي قامة فيه مطلقا أو أربعة أيام صحيحة أو لحاجة لا تنقضي إلا في مدة مذكورة، وإن كان يتوقع قضاءها كل وقت ترخص إلى 18 يوما. ولا يقصر هائم وطالب غريب أو آبق، ولا يقصر هائم وطالب غريب أو آبق لا يعرف موضعه، ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصود إلا بعد مرحلتين. وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Huyu mada yake ilikuwa anaongelea kupunguza swala. Inshallah aje Omar Juma. Abubakari, Abubakari Hamis. Abubakari Hamis, baada ya Abubakari aje anaye Omar Juma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه
ويكسر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجر حسن ماجدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام من العلماء العظام وأصحاب النظام وجميع من حضر بشوق والاحتمال، طلب من الله الكريم دار الصلاة. وقبل أن أدخل فيما ألقي إليكم أقدم إلى حضراتكم اسمي أبو بكر بن حنيف، قدمت من مصر وأتعلم في المدرسة الفقيه المقدم نال دودوما تنزانيا، وموضوعي حول فن الفقه من كتاب المبادر الفقه من جذوع أرابع في فصل صلاة الجنازة ما يجب الميت، غسل الميت ثلاث مرات، الأولى بسدر أو صابون، والثانية بماء قرح، وثالثة فيها قليل كافور، والأفضل أن تكفن رجلا بثلاث طائفة ليس فيها قميص ولا عمامة، والمرأة أن تكفن بإزار والجمار والقميص والبابتين. كيفية الصلاة على الميت؟ نية الصلاة على الميت تكبيرة عليه أربع مرات، قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الأولى، الصلاة على النبي بعد تكبيرة الثانية، الدعاء الميت بعد الثالثة، السلام بعد الرابعة، شاهد وثقة. لا يقتل شاهد في حد مع الكفار ولا يصل عليه، وثيقة يقتل إن نفخ في روحه ويصل عليه إن صرف. تشييع الميت سنة أو استحاب للمشيع أن يتقدم أمام الجنازة ويقرأ روح الضيف بذكر وقراءة القرآن، ومن أراد أن يذكر الله فليقرأ بسير، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا النار. وإلى هنا أنتم، وهذا السلام عليكم salamu. Huyu alikuwa akiongelea kuhusiana na mada ya kuosha maiti. Kuosha maiti kwa sahizi aje Umari Juma, baada ya Umari Juma ajaendea Twaha Suka fanya rakaraka. الحمد لله الذي هدانا
sasa aje toa suka baada ya toa suka afuate shaha suka kwa haraka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من العلماء العظام وجميع من وأصحاب النظام والاهتمام، فلكم من الله الكريم دار السلام. وقبل أن أدخل فيما ألقي إليكم، أقدم إلى حضراتكم اسمي فاسمي طه سوق محمد، وأتعلم في المدرسة فقيه المقدم زار دودوما تنزاني. وموضوعي حول فن دروس الأخلاق من كتاب آداب والأخلاق في فصل حقوق الجيران. الجار هو من جاورك جاره، الأقرب من كل جهة، الأقرب فالأقرب وله حقوق. أن تبدأ بالسلام وتصنع معه المعروف، والإحسان، وإن لم يحسن إليك هو، ولا تعوده إذا مرض، وتهنئه إذا فرح، وتعزيه إذا أصيب. وأن تذكر ما تعرف عنه من عيب أو شيء غير حسن، ولا تعمد النظر إلى حريمه وبيته، ولا تتجسس عليه، ولا تضاره في بيته وأولاده أو طريقه بأن تضع القمامات أمام بيته، ولا تزعجه بصوت مذياعك، ولا وأن تزور مرة بعد مرة. وإلى هنا أنتهي، وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Shaha Suka. Baada ya Shaha Suka, Taufik Kidi. Shaha Suka, kufanya haraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وجميع من حضر بالشوق والاهتمام فلهم من الله الكريم دار السلام. وقبل أن أدخل فيما ألقي إليكم أقدم إلى أبرادكم اسمي فاسمي شاسوك محمد قدمت من واتساب وأتعلم في مدرسة فقير المقدم نادى دوما تنزاني. وموضوعي حول فن الأخلاق من كتاب أخلاق في فصل طاعة الوالدين ورداءهما السبب في وجودك ولولاهما لما كنت موجودا. وقد تعب في تربيتك دار كثيرة فأمك يسعى حملتك في بطنها 9 أشهر ووضعتك وأرضعت بتعب وأرضعتك وأبوك يسعى لمعيشتك وأدخلك المدرسة عندما قبلت. فعلى كل إنسان واجب أن يتبر والديه بأن يتقي أمرهما ولا يخالفهما في شيء يستطيع عمله. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر البر لا يدخل النار والكبر العاق لا يدخل الجنة. وإلى هنا أنتهي وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Saba alikuwa mshahasuka akieleza kuhusu kuwafanyia wema wazazi wawili. Kwa sababu sisi aje Tawfiq Eid baada ya Tawfiq Eid wajiandae Ramadhani Zamir na Yasini Mawlidi.